بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور مصطفى نجيم مدير المدرسة القرآنية التابعة لمؤسسة المسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعضو المجلس العلمي لعمارة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا هنا للمشاركة في هذه الندوة العالمية حول حوار الديانات. طبيعة الحال موضوع حوار الديانات هو موضوع آني. لماذا؟ لأن المسلمين أصبحوا على مرمى حجر نتيجة هذه التصرفات التي تقوم بها هذه الطائفة الباغية باسم الإسلام، والإسلام منها بريء. فيهدف هذا اللقاء وهذا المؤتمر إلى إبراز حقيقة علمية وثقافية يتميز بها الإسلام، وهي انفتاحه على كل الحضارات فأحرى كل الديانات. فالإسلام دين الحوار، دين الدعوة بالتي هي أحسن، دين الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، كما جاء في شعار الدورة: لا نفرق بين أحد من رسله. فمن أركان الإيمان أو الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل دون تفريق، ببيان حقيقة أن هذا الإسلام الذي هو ديننا هو خط ناظم بين جميع الديانات كلها. فلهذا فكل دعوة نشاز تدعو إلى محاربة هذه الديانات أو الالتفاف حولها أو التشنيع عليها هي دعوة يتبرأ منها الإسلام ويتبرأ منها المسلمون. وبالتالي فحينما ندعو إلى الحوار فإننا ننبذ العنف، ننبذ الإرهاب، ننبذ هذه التفرقة، ننبذ هذه الشعارات التي أصبحنا نسمعها هنا وهناك تدعو إلى هذه الطائفة الغاشمة أو هذه الطائفة التي كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تخرج من الإسلام كما تخرج الرمية. في هذا الإطار جاءت هذه الدورة، وجاء هذا المؤتمر، وجاءت هذه اللقاءات لنبين حقيقة الإسلام وحقيقة دين التوحيد وحقيقة دين الحوار الذي يجعل الحوار أساسا في الإقناع وأساسا في العلاقة مع الآخر دون تغييبه دون إقصائه، بل أن تجلس معه. وآية كريمة عظيمة من آيات الحوار نذكر بها، وهي قول الله تعالى من سورة سبأ: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه الحقيقة القرآنية العظيمة التي تبين أنه لا أحد يملك الحقيقة، وأن أنا وأنت، يعني أقصد الغير، أحدهما على باطل والآخر على حق. هذا يدفع الآخر إلى التجاوب معك، يدفع الآخر إلى التحاور معك، يدفع الآخر إلى الاستماع إليك. أما حينما تقصيه، حينما تهاجمه، حينما تقول له أنت على باطل، لا أحد يستمع إليك، لا أحد يتجاوب معك، لا أحد يجلس معك على مائدة الحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد أحمد مسيدة، رئيس جمعية المسيدة للثقافة والتنمية والأعمال الاجتماعية المشرفة على أعمال زاوية المسيدة. بداية أريد أن أشيد بالحضور الكريم الذي حضر لهذا اللقاء المبارك، والذي جاء بعد استماع الشيخ زاوية المسيدة لخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في 2016، والذي دعا فيه صاحب الجلالة إلى الحوار والتعايش والسلم مع جميع الديانات. صاحب الجلالة كما تعلم هو أمير المؤمنين جميع الديانات. ارتأت الجمعية بعد الانصات لخطاب الملك السامي تنظيم هذا اللقاء حول حوار الديانات، والذي تستضيف من خلاله ثلة من أساتذة الأجلاء، أساتذة جامعيين من الديار الإسبانية وكذا من الوطن المغرب الحبيب. في جو هذا الحوار كان في جو من التعايش والتسامح والمحبة ونبذ التطرف والغلو. السلام عليكم. Buenos días, me llamo Mario, soy sacerdote, padre Mario, vivo en el Ayun y en Dakhla. Estoy muy contento de poder asistir a este encuentro de diálogo entre religiones
algo que desde que llega a la iglesia aquí, desde que vivimos aquí, siempre hemos querido vivir, no solo fomentar, sino vivir. Decimos, nos gusta decir que no es un diálogo tanto entre religiones, como si fueran ideas, sino un diálogo entre personas, entre creyentes. Y para eso es la presencia, el estar cerca de la gente, ser vecinos, amar a nuestros vecinos, y es lo que queremos hacer, es el camino. He venido aquí para poder juntarme y reunirme con mis hermanos, vecinos de Dakhla, vecinos de esta tierra, a los que quiero y amo como vecinos, como hermanos musulmanes. Creo que es el único camino, amar al prójimo. Y así estamos, ¿no? Desde aquí queremos servir, somos pequeños, la iglesia siempre ha sido pequeña, es pequeña, pero está orgullosa, contenta. Estoy muy contento de poder participar con mis vecinos, con mis amigos, con mis hermanos musulmanes y hacer algo por la paz, por el bien. Es el camino que el Señor nos manda a seguir. Y muchas gracias por esta invitación.